أجرت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر زيارة إلى اعتصام الطلاب التضامني مع غزة في جامعة كولومبيا. وقالت إلهان عمر على حسابها في منصة إكس إنها تتشرف برؤية المعسكر المناهض للحرب في جامعة كولومبيا من كثب، مضيفة أن الطلاب الشجعان يحتجون بفرح من أجل السلام وإنهاء الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.